كنت بميلانو هالويك اند، زهقت من بيروت، ما في شي ينعمل هون، قلت بغير شوية جو. عملت شوية شوبينج، جبت هيدا الساك، جبته بألفين دولار، كان حقه 4000. أربع ساعات. شو؟ أربع ساعات. ما تقول لي بتحضر أنت هالأفلام الكوميدي والهبل وبس. إنه إيه بسن؟ الفن مش تسلية، ثقافة، حضارة، مشاعر. بدك تشوف واحد زهقان، بدك تكون زهقان معه. كيف بدك تعيش الحالة إذا أنت مستعجل هيك؟ في فيلم مرة حضرته طوله خمس ساعات، بيحكي عن واحد زهقان ما عارف حاله شو بده يعمل بحياته. فيلم روعة. بتعرف شو؟ شو؟ عم فكر أصبغ شعراتي أحمر. أحمر؟